لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تناقلت بعض المواقع الإخبارية صورة عن تغريدة على حساب قناة الدنيا السورية المناصرة للنظام تؤكد إصابة الرئيس السوري بشار الأسد بطلق ناري ونقله إلى المستشفى الشامي بعد إطلاق النار عليه من أحد مرافقيه اللي تم شراؤه من قبل القونة. ونقلت صحيفة نيويورك الخبر أيضا. دالي نيوز الأمريكية مؤكدة قتل بشار الأسد على يد إحدى حراس الإيرانيين الذي يدعى مهدي اليعقوبي. وأضاف صحيفة ذاتها أن الأسد توفي في مستشفى الشامي بدمشق بعد قصور قلبي ناتج عن فقدانه كميات كبيرة من الدم. وفي سياق ذات صلها رجعت مصادر الجيش السوري الحر أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد جرح أو قتل في اشتباكات جرت قبل أيام استهدفت مكان إقامة سري هناك. فيما نشر السفير الروسي في دمشق على حسابه الخاص على تويتر أن الرئيس بشار الأسد كان يكون قتل أو جرح في مدينة اللاذقية. من جهة أخرى أكد مقربون من بشار الأسد إصابته وهو ما دفع رئيس الحكومة السورية لإعلان انشقاقه بعدما حاول مقابلته عدة مرات لكنه فشل. لكن السفارة السورية في دمشق ترفض حتى ساعات نفي الخبر أو التعليق على تصريح السفير فيما لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن. ومن الطبيعي أن تكون هذه الأخبار شائعات وأن الرئيس السوري بشار الأسد صحته جيدة وهو بخير الآن وعن ما يقال عن طلقه بالنار ووفاته أخبار مزيفة فقط. بشار حافظ الأسد ورئيس الحال للجمهورية العربية السورية بدأ حكمه من 17 يوليو 2000 بعد انتخابه والفرع السوري للحزب البعثي العربي الاشتراكي أمينا قطريا عاما له خلف والده حافظ الأسد الذي كان رئيسا لسوريا فيما بين 1971 إلى 2000 يشغل كذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة السورية.